باحثون عن عمل، صاخبون على الفساد، ثائرون من أجل لقمة العيش. في كل محافظة بالعراق يتكرر المشهد اليومي، وفي ساحة التحرير ببغداد تجمعوا ليعبروا عن سخطهم على الواقع المعيشي المتردي. اليوم العراقيين ضد غلاء الأسعار. اليوم العراقيين ما محتاجين 100,000 منكم يا حكومة. اليوم العراقيين يردون حقوقهم، واليوم يردون حلول جذرية. اليوم الاقتصاد العراقي لو بي صناعة تشتغل وبي زراعة تشتغل لاستوعبت مئات الآلاف من العاطلين عن العمل. الآن الشعب العراقي يتعرض إلى موجة جوع كبيرة جدا. وزارة التجارة، وزير التجارة يخرج على شاشات التلفاز ويقول ليس لدينا أي خزين استراتيجي لحماية الفقير العراقي. وفي بلد نفطي تحكمه مافيات الفساد يصبح ارتفاع النفط قاسياً على المواطن بدل أن يكون سبباً في تحقيق رفاهيته. اليوم سعر البرميل عبر 130 دولار، واليوم مواطننا يترنح تحت هذه الظروف القاسية والصعبة. ومثل ما يعرف كل أبناء شعبنا، إحنا إن شاء الله متواصلين مع أبناء شعبنا ونوصل الرسائل وجاي نكتب، لكن مع كل الأسف لا حياة لمن تنادي. ثورة الجياع هي من تجليات ثورة تشرين المستمرة حتى تحقيق أهدافها. الشعب اللي ينطي 1,000 شهيد والعفو 800 شهيد وآلاف الجرحى مستعد أن يعطي 1,000 شهيد مرة ثانية ويعطي آلاف الجرحى في سبيل تغيير هذا النظام السياسي وهؤلاء الموجودين في المنطقة الخضراء الذين عاثوا في الأرض فسادا. مبدأ شعبي عراقي لا يمكن تغييره. طريق الحل يبدأ أولاً من إسقاط النظام السياسي والإطاحة برموزه.